مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساءت الأوضاع وتدهورت في منطقة ورشفانة بعد سيطرة مجموعات مسلحة تطلق على نفسها اسم القوة المساندة للجيش الليبي على المدينة، لتتحول المدينة إلى مسرح يظهر فيه بطش المجرمين والقتلة والخارجين على القانون في غياب الأمن وحضور الفوضى والهمجية في المنطقة، همجية هدفت الانتقام من كل من له علاقة بثورة 17 من فبراير، فظهرت قوائم تحتوي أسماء جلهم من المحسوبين على ثورة 17 من فبراير حتى بلغت 132 اسما من الثوار. رئيس المجلس العسكري لما يسمى بجيش القبائل عمر تنتوش هو الذي أصدر هذه القائمة كما تواردت الأنباء. للحديث عن هذا الموضوع المهم معي في الاستوديو أحد شباب وثوار ورشفانة، معي الأستاذ بدر سليمان صولا. مرحبا أستاذ بدر. وأيضا خالد أبو شهوة. مرحبا أستاذ خالد. قبل أن نبدأ في هذا الموضوع المهم، نخرج إلى هذا التقرير الذي يصور لنا وضع ورشفانة الأمني والعسكري. تضاربت الأنباء حول حقيقة الأوضاع الحالية في منطقة ورشفانة التي تسيطر عليها الآن مجموعة من القتلة واللصوص والفاسدين الذين دخلوا إلى ورشفانة باسم القوة المساندة للجيش الوطني الليبي. مهجرون ومقموعون هم شرفاء وأهالي ورشفانة التي اكتسبت الصيت السيء منذ العهد السابق حين استغل القذافي المدينة ولوث سمعتها في حرب التحرير رغم الصولات والجولات لثوار 17 من فبراير الذين ينتمون للمدينة في ساحات القتال ضد القذافي. بعد الاشتباكات التي دارت بين قوات فجر ليبيا وبقايا جيش القبائل في المنطقة، شكلت الاشتباكات عملية كر وفر من الثوار لضمان سلامة الأهالي الذين ينتظرون استكمال الثوار لعملية التحرير والانتهاء من كابوس مزعج يسمى جيش القبائل الذي أصبح يطارد الأهالي ويستنزف الأرواح والعتاد كل حين وآخر. بعد سيطرة الثوار على منطقة ورشفانة، تمكنت مجموعات مسلحة تنتمي إلى ما يسمى جيش القبائل من المارقين والخارجين على القانون من استغلال الفراغ الأمني في المنطقة بعد انسحاب الثوار منها وخرق الهدنة المفروضة والسيطرة على منطقة ورشفانة. كان البعض من أهالي ورشفانة من الموالين للحكم والنظام السابق ينتظرون قدوم الجيش المزعوم الذي سيخلصهم من معاناتهم ويأخذهم إلى عالم جديد يعيشون فيه الحرية كما يتخيلونها وكما تعودوها في سنوات الحكم السابق. فصدمهم الواقع حين وصل جيشهم لينتقم من الجميع على حد سواء. جيش همه الوحيد هو القتل والتدمير والتعذيب والحرق، وكان نصيب الثوار وأشراف البلد لا يقل سوءا ولا قسوة ولا إذلالا عن الجميع، بل كان أسوأ، حيث تم اعتقال كل من له علاقة بالثوار، بل حتى تم تصفية الأهالي المدنيين لمجرد اللهو والتسلية والترهيب. فاضطر الأهالي للنزوح إلى المناطق الأخرى وتم تهجير البعض، وأصبح حال ورشفانة من السوء بحيث لم تعد المدينة صالحة للعيش على غرار بنغازي. السلام عليكم ورحمة الله، نجدد بكم الترحيب بهذا المساء وبضيفي الكريمين. بداية سيد بدر، قبل أن نبدأ في الأوضاع الأمنية الآنية بمنطقة ورشفانة التي إن صح التعبير نقول المنطقة المنكوبة، منطقة ورشفانة أو قبائل ورشفانة عموما، هذه المنطقة التي عرفت قديما بعراقتها وبجهادها القديم. غاب مسمى ورشفانة وقبائل ورشفانة على الكثير من الليبيين. في كلمات مختصرة نبدأ بها الحلقة، من هم قبائل ورشفانة وما هي هذه البقعة الجغرافية؟ أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
نشكر قناة التناصح باستضافة دوار منطقة ورشفانة. أما بخصوص ورشفانة فورشفانة لها تاريخ ولها أصالة ولها قبيلة عريقة ولها جذور، نعم، وتعرف بقبيلة الأفراح بالخيول، وقبيلة لها أشراف ولها علماء ولها الكثير يعني من هذا الحديث. ورشفانة لا أعرف الآن ما يحدث فيها بالضبط يعني، لكن الحمد لله إن شاء الله تكون ورشفانة على خير إن شاء الله. طيب سيد بدر، ورشفانة كما تكلمت عرفت في التاريخ، نعم، ولكن البروز الذي برزته إعلاميا هذه المنطقة بطريقة حاول النظام السابق تحديدا إلصاقها بما يسمى باللجان الثورية والنظام السابق هذه المنطقة، لنكون صريحين بداية هذا اللقاء، كيف استغل النظام السابق هذه المنطقة وبعض أبناء هذه المنطقة في يعني نزواته في ميولاته؟ طبعا النظام السابق استغل قبائل ورشفانة لأنها قبيلة كبيرة ولها مجموعة قبائل، تقريبا المفاصل الأولى كانت 7 قبائل. نعم. القبائل هذه لعب عليها النظام السابق وقدم ودخل بينها الحركات اللي هي الحركات المشبوهة، الحركات المشبوهة، نعم، أو أنها هي النزوات القبلية، نعم، لحتى تكون القبيلة يعني غير متجانسة، ليس بها حيث كانت تعرف بالسلم الاجتماعي، فالآن لا يوجد فيها سلم اجتماعي ولا أمان ولا أمن، كان يلعب عليها القدافي بالطريقة هذه ومع القبائل الأخرى حتى، نعم، لأن لها عدد لا بأس به وقبائل معروفة، فشكك فيها من بعض القبائل الثانية، نعم، حتى أصبحت يعني قبيلة طيب يكثر فيها المارقين، نعم، وقطاع الطرق، ليس القبيلة ولكن هي مجموعات بسيطة كان يمكن التغلب عليها، نعم، في أقرب وقت، ولكن الله غالب يعني كانت السيطرة لهم، نعم، وأهل العقل وأهل العلم كانوا مغيبين جدا على هذا المشهد زي ما قلت لك يعني. طيب أنتقل للسيد خالد. سيد خالد وأنت أحد المواطنين والثوار الذين شاركوا في 17 فبراير، بداية السؤال الذي يطرح عليك، هل نجح النظام السابق بتشويه منطقة ورشفانة أو توريط هذه المنطقة تحديدا؟ بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ونشكر قناة التواصل اشتراك مع ثوار ورشفانة. نعم. ويعاود السؤال. السؤال، هل النظام السابق نجح بطريقة أو أخرى لتوريط هذه المنطقة في ما ذكرناه سابقا من جرائم من غير ذلك؟ والله في الحقيقة هو بنقول احنا تمكن في زرع الفتنة في قبيلة ورشفانة، نعم، والشيء هذا كان يشتغل عليه بالورق، معناها يشتغل عليه بالورق، ومن فترة من بداية الثورة شاركوا التوار في ورشفانة بداية التورة، وفيه توار في ورشفانة، وبعدين بعد التوار ما سندهم حد توار ورشفانة في ورشفانة، نعم، للقضاء على المارقين على القانون، وبعدين تمكنوا من زرع الفتنة في ورشفانة، نعم، وخدموا عليها في عدة مناسبات، خدموا عليها خدمة بالبيرو بالقلم والورقة، وهذا شيء معروف ما نجهلوش. طيب سيد خالد، أنت تحديدا شاركت في ثورة 17 فبراير، يعني في أذهان الكثيرين بأن منطقة ورشفانة تحديدا لم تشارك في ثورة 17 فبراير، بل قاتلت جنبا لجنب أبان النظام السابق مع كتائبه التي قمعت الشعب الليبي، أو أن مجموعة كبيرة من شباب المنطقة يعني شاركوا في هذه الكتائب، ما حقيقة الأمر؟ لا صح من هذا الكلام، ثوار ورشفانة بصفة عامة شاركوا في ثورة 17 فبراير وخرجوا لعدة مدن لتحرير المدن الباقية التي لم تتحرر، وشاركوا في بناء المنطقة وكانوا يساندوا في أهلها وكانوا حريصين عليها جدا، لكن زي ما قلت لك من الأول، نعم، أن في خلايا كانت تخدم، والخلايا هذه تخدم مختفية. طيب دور الثوار الذين شاركوا لماذا لم يبرز
ليش الليبيين لم يعلموا بأولئك الثوار أو لم يأخذوا نصيبهم من الإعلام والظهور لعامة الشعب الليبي؟ والله الحقيقة هو الموضوع هذا احنا تكلمنا فيه عدة مرات. كانت الجهات المعنية بالذكر ما كانتش متواجدة وما ساندتش ثوار وشفانة وضعوهم في خندق واحد هم ولحد الآن لساعة الآن احنا موجودين وكلاجئين من أرضنا من وشفانة وما فيش ما من ينظر إليهم ومن يعاونهم ومن معناها حتى يتحدث حتى معهم يعرف حتى شني ثوار وشفانة وين مشوا وين كانوا منين. بالنسبة لي المساندة لم يساندهم أحد إلا بعض من الثوار اللي مقربوا. طيب سوف نتكلم عن الوضع الآني بالتفصيل، فقط أرجع إلى السيد بدر. سيد بدر، تحديدا بعد ثورة 17 من فبراير بدأنا نسمع بما يسمى بمؤتمرات القبائل. بداية عقد مؤتمر ما يسمى بمؤتمر القبائل العربية، وكما تداول بأن وشفانة لم توافق على هذا المؤتمر رفضا للتقسيم. إذا هناك مواقف إيجابية، ولكن هذه المواقف لم تبرز إعلاميا، لم تظهر للعيان. حدثني عن هذا الأمر. مانيش عارف يعني بالضبط المؤتمر متاع القبائل. نعم. يعني كنا نحن خارج المنطقة ومهجرين يعني لنا تقريبا في 3 سنوات تقريبا الآن. نعم. ولكن اللي سمعت عنه أن مؤتمر القبائل كان أقاموه في منطقة ورشفانة من جميع قبائل ليبيا، ولكن المشروع راهو مشروع ليس قبائل. نعم. طيب فقط أرجع لسيد خالد. سيد خالد، كما قلت هناك رفض حدث لهذا المشروع تحديدا. كما نذكر من سنة تقريبا أو سنة ونصف قام ما يسمى بمؤتمر القبائل العربية، هكذا كان اسم المؤتمر، عقد في أحد مناطق الجبل. جاء الرفض من قبل أهالي وشفانة. لماذا حدث هذا الرفض لهذا المؤتمر؟ لأن أهالي وشفانة، أهالي معروفة وشفانة بالعراقة وبالصالة وبالعرف، لأن رفضت هذا المؤتمر رفضاته بناء على ان في ما تبيش تفرق بين الاخوه الليبيين امازيغ وعرب، وهذا الشيء اللي رفضت. كانت تبادر كويسه من وشفانه، لكن توا اللي حدث وقبلوا هذا المؤتمر، والله اعلم توا شنو صاير وش مش صاير. معناها رفضت هذا المؤتمر بناء على ان ما تبيش تفرق بين الليبيين أمازيغ وطوارق. لكن سيدي الكريم، بعد هذا الرفض الذي جاء من قبل أهالي وشفانة عقد بعده مؤتمر جديد، مؤتمر قبائل الليبية، وعقد في هذه المؤتمر ورفض فيه صراحة أي شيء يمت للدولة الليبية الجديدة بصلة من قبيلة وشفانة. عقد هذا المؤتمر في منطقة وشفانة. نعم، بعد الرفض الذي جاء من قبل أهالي وشفانة. كيف نجح أولئك في عقد مثل هذا المؤتمر في منطقة وشفانة؟ والله هو توا المؤتمر ما يعتبرش وشفانة حسب المعلومات، لأن المؤتمر القبائل يعقد في جادو على ما أظنك. أنا أعرف أنا إن هذا الآن. 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 لكن نتكلم عن مؤتمر عقد يعني من قبل. نعم. من قبل عقد في وشفانة، لأن وشفانة التوار خارج وشفانة، معناها احنا ما تمكناش الدخول وشفانة، وزي ما قال خوي بدر كنا متهجرين. نعم. وما نعرفش اللي صار احنا في هذا المؤتمر. نعم. وما طيب سيد بدر، نتكلم بكل صراحة الآن لكي تصل الصورة للمواطن الليبي. طيب، منطقة وشفانة تحديدا بعد التحرير وبعد الثورة نعمت أو بقت هذه المنطقة تنعم بأمن واستقرار لا نقول شهور، ولكن أكثر من سنة. وهذه المنطقة آمنة، بل استقبلت بعض حتى النازحين تحديدا. صحيح. هذه المنطقة. صحيح. ثم من بعد ذلك انتشر ما يسمى بقطاع الطرق بعصابات السطو المسلح بالمارقين والخارجين عن القانون. كيف وصلوا لمنطقة وشفانة؟ أول شيء ثوار وشفانة زي ما قال أخي خالد، أنهم ساهموا في التحرير
من الجبل إلى منطقة طرابلس، بعد ذلك تم الدخول إلى منطقة ورشفانة. نعم. دخلوا لها الثوار وكانت الأمور يعني جيدة، وحتى نذكر أن في أول عيد لثورة 17 فبراير لا يوجد أحد في السجون داخل سجون الثوار، رغم في ذلك الوقت أن بعض المناطق في من هجر وفي من سجن وفي من اعتقل وفي من غير ذلك، ولكن ثوار شوفانا دخلوا منطقتهم مؤمنين وآمنين في نفس الوقت. تقريبا سنة ثوار ورشفانة كانوا مسيطرين على الجهة العسكرية، وأن المنطقة كانت آمنة جدا، وأهل ورشفانة يعرفوا الكلام هذا. نعم. إن ثوار ورشفانة كانوا مأمنين المنطقة تقريبا لمدة سنة، الأمور جيدة جدا حتى طيب اختلط الذي حدث بعد هذا السنة سوف نواصل في الكلام عليه، ولكن فقط نستقبل مكالمة من أخت لمخطوف. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخت الشاب المخطوف، هل أنت بالاستماع؟ السلام عليكم. يبدو أن أخت المخطوف انقطع الاتصال، فلتعيد الاتصال بنا ونرجع إلى السيد بدر. قلت بأن ثوار ورشفانة حافظوا على الاستقرار لهذه المدينة لمدة عام تقريبا بعد التحرير، ما الذي حدث بعد ذلك؟ بعد التحرير لمدة سنة تقريبا. نعم. لم يكن فيه تواصل من الدولة إلى الثوار المؤمنين. نعم. حيث لم تصرف لهم مرتبات ولم تصرف لهم إعانة ولا ينظر لهم في أحد في حالهم. نعم. إلى أن خروج علينا بالتشويه. نعم. والحملة الإعلامية ضد الثوار، وكانت هذه يعني مفتعلة للشيء هذا، إن إحنا يخرجوا الثوار من المنطقة حتى لأن موجودين في داخل ورشفانة الشباب الذين يؤمنون الشباب الثوار. نعم. هنا فيه اللي هم خارجين على القانون. نعم. والذين هم من يعرفون بالمقاومة، هم يعرفون أنفسهم جيدا يعني. نعم. ظهور المقاومة دخل ورشفانة اللي هي اللي يعرف النظام السابق. نعم. هنا كويس، احنا بنمسكوك في هذه النقطة تحديدا. نعم. ظهور ما يسمى بالمقاومة أو الذين ينتمون للنظام السابق. صحيح. كيف ظهروا في منطقة ورشفانة؟ ظهروا ثوار ورشفانة زي ما قلت لك لم تنظر إليهم الدولة. نعم. ولم تعنهم ولا 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 غير ذلك. نعم. إلى حين الثوار خلاص، وتم زي ما قلت لك عليهم حملة تشويه بأنهم كذا، حتى بدوا الثوار غير آمنين في بيوتهم. فهمت علي؟ يعني خرجوا من المنطقة من ذلك الحين، وظهور المقاومة في منطقة ورشفانة. ليس ورشفانة عامة، إن هي مجموعات بسيطة جدا كانت ويمكن القضاء عليها، ولكن قد ما رسلنا الدولة إن موجود كذا ونحن نستطيع أن نقضي، لم ترى الدولة ولا تنظر إلينا أبدا. طيب، الدولة لم تساعدكم ولم تقف بجانبكم، فاستغلوا أولئك المجرمين الموقف. أنتقل للسيد خالد. السيد خالد، هنا بعد أن عجزت الدولة أو قصرت بطريقة أو أخرى في مساعدة ثوار ورشفانة الذين شاركوا في تحرير البلاد من براثم النظام السابق، كيف تمكنوا من السيطرة الفعلية والحقيقية على جل المنطقة حتى انتشر فيها السطو المسلح السرقة الذي طال أهالي ورشفانة قبل الإغراب عنها؟ في الحقيقة أنا بنقول لك أن أهل ورشفانة ناس طيبين، ناس معروفين بالكرم. نعم. والجود والأصالة، والناس هذم احنا متربين فيهم وعايشين بيناتهم، وانا ما ننكرش ان ورشفانة معناها ورشفانة ارض كل العرب والليبيين وتقبل اي حد، لكن السطو اللي صار والانتهاكات اللي صارت هذه ما كانتش من اهل ورشفانة، هذه كانت ننظر لباقي القبائل المناطق الثانيه والقبائل الثانيه انها معناها نظفت تماما، كانت تشوف مصراتها توشوا في طرابلس زنزور الزاويه، معناها ما في حد هنا خارج على القانون وما فيش الا المارقين خرجوا من هذه المناطق واتجهوا الى ورشفانة. نعم. واخذوا هذا هذه الارض ملجأ لهم، وكانوا احنا ما نبيش نقولوا توا ورشفانة ما تنفعش والله الناس ما كانش فيه هذا قبل كان ما كانش فيه ورشفانة، ما كانتش الاحداث هذه صارت تو بعد ما دخلوا لها من جميع المناطق الثانيه،
اللي هاربين من السجون واللي مطلوبين للعداله واللي جوا لور شفانا بدل ما يوقفوا ور شفانا ويبناها ويحماها. انت نقول انا ان المسؤولين على ور شفانا في ذاك الوقت مفروض انهم يستغلوهم. هذا من ناس جت احنا فتحنا ايدينا مدينا ايدينا وفتحنا قلوبنا ليهم ورحبنا بهم. المفروض انهم يكونوا معناها في بناء ورشفانة مش لهدم ورشفانة. طيب لم يحدث البناء الفعلي. لا سوف نكمل النقاط التسلسليه التي تسيرون فيها حتى الوضع الاني، ولكن فقط استقبل معي مكالمه معي اخت احد المخطوفين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية بعد أن نرحب بك بحوار المساء، اليوم فتحنا ملف الانتهاكات الحاصلة في بلدنا ليبيا، ومن ضمن الانتهاكات الخطف التعسفي والسجون خارج سلطان الدولة. بداية أختي الكريمة احكي لنا باختصار قصة أخيك المختطف. طبعا أنا أخوي الصغير في السن، مواليد 95. نعم. ليس لدينا اي علاقه لا بمعنى لا داخل في كتاب ولا عندنا مشاكل سياسيه ولا باي شيء نهائيا. نعم. هو عباره عن شاب صغير، له اربعه من اشخاص مسلحين بسياره مظلمه نهائيا، يعني ما فيها لا لوحه فيها رقم ولا اي شيء. نعم. في مكان الشغل بتاعه في عز الظهر من بين اصحابه قاموا حطوه في سياره، طبعا عندنا كاميرات تراقبت الموقف كله. في عز النهار الطريق كلها يعني كامله. نعم. فيها كذا معسكر مراقبه وكذا يعني حراسه. مرت من امامه وهي تجري من هذاك اليوم، من يوم السبت كان بتاريخ 23/5 بالضبط. نعم. لحديث الان طولت ثلاث ايام اتصلوا بنا نبوا فديه وقدرها 500,000. نعم. ومن 500,000 وهكذا يتصلوا بينا ابتزاز ابتزاز ابتزاز، وصارت في كذا مشكله. ما خلينا مكان ما مشيناش، معسكرات اللي يقولوا لنا عليه اي جهه حكوميه نمشوا نشكو، ولكن لا جواب ولا حل ولا اي حاجه. طيب يا اخت المختطف، الان الجهه التي قامت بخطف اخيكم وقامت بهذا الانتهاك، هل الى الان هناك تواصل مع هذه الجهه؟ لدينا تواصل فقط مع الخاطف، وما يقول ليش مثلا انا في جهه الفلانيه او كذا، لا ما فيش نهائيا، الا ان احنا اعطونا الشخص هذا المختطف يعني عندهم، والخاطف مبتزنا بكذا مبلغ للقدره، اي جهه ثانيه ما فيش، لما نمشوا نشكو لاي كان يقولنا احنا ما لناش علاقه، بل وين نمشوا؟ وين الحكومه؟ وين الجهه المسؤوله؟ طيب في الكلام عن الحكومه سيده اخت المختطف، في الكلام عن الحكومه، وزارة الداخلية التي تعنى بهذا الأمر، هل حدث من قبلكم تواصل مباشر مع وزارة الداخلية؟ جميع الجهات شكنا، جميع الجهات، ما تركناش ولا نقطة وما تكلمناش فيها، واحنا نزلنا حتى الصورة في جميع الجهات، وتكلمنا في جميع الجهات، يعني لو سمحتم في حل عند مني يمكن في جهة معينة ممسوك، يعني لا خبر نهائيا. نهائيا جدا، ما فيش حتى خبر انه موجود في اي جهه. طيب باختصار سيدتي الكريمه، رسالتك الان لمن سوف ترسلينها، نحن هنا كوسيله اعلام نحاول ان نسلط الضوء على الانتهاكات التي تحدث، ومنبر مفتوح لايصال رسالتك التي تودين ارسالها بعد خطف اخيك، شن تقولي ولمن هذه الرساله؟ اول حاجه للحكومه، نبي نعرف عن الحكومه وين؟ اي جهه رئيسيه في الدوله يقولوا لنا وين الناس تعبت، مش خوي بس، في كذا شخص وما عارف اقربائنا نفس الشيء، عندهم مختطفين ما عرفناش وين، ما عرفناش وين الحكومه، وين نسكن الناس؟ معقوله سياره مظلمه تكون الطريق سياره مظلمه ما فيهاش لوحه، طيب وين الجهه المسؤوله؟ معقوله ما فيش حد مسؤول شخص، يعني جهه واحده نمشوا لها نشكو فيها، فقط اعطونا حكومه جهه واحده نمشوا نشكو، اعطونا جهه مسؤوله يديرون حل في المشاكل، الدولة ما نبغوا منها شيء أقل، أبسط الحقوق الأمن في البلاد، أبسط الحقوق. هذه بس للحكومة، نبغوا نعرف وين الحكومة؟ شنو هي الجهة اللي ماسكة البلاد؟ يقولوا لنا بس. يجوا يمسكوا المتطرفين، الناس معقولة يعني الدولة كاملة المختطفين بشكل غريب، أعداد غريبة.
يعني ما الدولة وين؟ وين ما فيش أي جهة مراقبة؟ وين ومشت؟ إذا رسالتك للحكومة، أين الحكومة القائمة الآن من عمليات الخطف؟ وين الحكومة؟ التنكيل، التعذيب، سؤال الشعب كامل، نتكلم لك بلسان الشعب كامل، وين الحكومة؟ وين نعم سيدة أخت المختطف، سعيد الله أن يفرج كربك وكل من تعرض لانتهاك في هذه الدولة. شكرا لك على هذا الاتصال. إذا مشاهدي الكرام، سوف أواصل الحديث في موضوع الانتهاكات ولكن بعد فاصل قصير. السلام عليكم. إن ملحمة الكرامة هي الإجابة والاستجابة لأوامر الشعب الليبي لقواته المسلحة. ما ننساش جبيل مصر علينا، ما ننساش جبيل مصر علينا. الله أكبر، الله أكبر. ده خير نجات من مصر، المصرية بحسوا بحاجة. 400 سحاوي، ده خير نجات من مصر. الله أكبر. مشيت لمصر مرتين أو ثلاثة، كان مروري على الناس اللي تدرب غادي، وكان هو الاستعانة من افكار القاده المصريين. كل من هو مشتبه ومتورط في سفك الدماء الليبيين تم ازاله المبنى بتاعه. حركه الدوله هي تطلع لبنان، هي تعيش. عاش في تسلم، ولا عاد في شيخ محل، ولا عاد في شورى، ولا عاد في مجلس محل. اما شورى شورى ما عادش فيها امان في هذا المصير. لو خليفه عنده صديق اجنبي، لا ليبي لا عربي لا مسلم، واحد امريكي ما نقولش اسمه، الحفاظ على هذا الرجل. الرجل هذا دفع للواء خليفه 50 مليون يورو، صديق اللواء خليفه اللي يقول خليفه ايش دار. ويعد الاعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمدا. ورحمة الله، نجدد بكم الترحيب في هذا الحوار. سيد خالد، قبل الفاصل كنا نتحدث تحديدا عن منطقة ورشفانة وانتشار بعض العصابات في هذه المنطقة بعد ثورة 17 فبراير. قلت تحديدا بأنكم حاولتم احتواء أولئك لبناء أو لرفع قواعد ورشفانة كمنطقة مدنية حضرية. ما الذي حدث بعد ذلك؟ اللي حضر بعد ذلك، احنا قلنا ان فيه جهات ثانيه خارج ورشفانة. نعم. كانت هي السبب في اللي صاير في ورشفانة من الخطف والنهب ونشوفه كل يوم احنا والاخت الكريمه يتكلمت توا ووضحت الصوره، وفيه اكثر من مخطوف. لكن زي ما قالت هي معناها. طيب، فقط عندما تقول هناك جهات اخرى، من تقصد بهذه الجهات التي ساعدت أولئك بعد الثورة في الانتشار في هذه المنطقة؟ الجهات هذه أطراف خارجية مش من منطقة ورشفانة، من جميع القبائل الثانية والمناطق الثانية. ما قلت لك أنا في ناس دخلت لورشفانة، معناها لما دخلت لورشفانة دخلت بأنها خلاص معناها ما عاش لها ملجأ، دخلت لورشفانة وبدت في النهب والسرقة. لأني نعرف أنا أهل ورشفانة، وأنا من ورشفانة، وأنا ابن ورشفانة، نعرف ناس ورشفانة ونعرف اللحمات والقبائل الموجودة في ورشفانة. معناها الحاجات تصير هذه والانتهاكات في الفترة هذه من ناس خارجة على القانون ومطلوبة للعدالة. نعم. والتجهت إلى ورشفانة وبقت فيها ووجدت هنا الدفء في هذا المكان. نعم. بالتحديد احنا ما نعرفش ان الاشخاص هذه من اي قبائل ومن اي مناطق لكن حدث انتشار فعلي لاولئك المجرمين. انتقل فقط للسيد بدر. استاذ بدر، ورشفانة ايضا في الاحداث الاخيره والازمه الاخيره التي الان بلغت الاشهر الطويله، عملية فجر ليبيا، وسبق عملية فجر ليبيا عملية الكرامة. مدينة ورشفانة تحديدا، ما دخل هذه المدينة بعملية فجر ليبيا وبالكرامة؟ كيف سيقت مدينة ورشفانة لهذه الحرب؟ أول شيء زي ما قال أخي خالد أن هم في أطراف خارجية. نعم. وبعض المارقين والهاربين من مناطقهم التفوا ببعض الأشخاص من منطقة ورشفانة،
وداروا مع بعضهم حلف وداروا برنامج مع بعضهم وانتشرت فيها فيه اللي طبعا نور شفانة الآن منقسمة إلى ثلاث، منهم من يحارب على الأرض والعرض، ومنهم من هو مجرم وهارب من مناطق ثانية ومن معاه من المجرمين، ومنهم من هو يحارب على النظام السابق. نعم، نور شفانة تنقسم إلى ثلاث. أول شيء نبي نحكي نقاط مع توار ورشفانة. نعم. ورشفانة في بعض من الناس يقولوا والله توار ورشفانة حاربوا منطقتهم وحاربوا قبيلتهم وكيف يحاربوا كيف كذا. توار ورشفانة هم من ساهموا في تحرير ليبيا وساهموا في تحرير منطقتهم، إذن هم مسؤولين على الأمن في المنطقة ومسؤولين على اللي صاير الآن. لأننا أول ما يعني نحن من حررنا منطقتنا، إحنا أبناء ورشفانة وأهلنا ورشفانة. في المرحلة اللي هي بداية لدخول 27 ورفع الأعلام الخضراء، لأن نعرف أن في بعض القبائل غير راضين على الموضوع ونشكرهم جدا وبدون داعي لذكر الأسماء. إذن نقول بداية الحرب أو مشاركة بعض أبناء هذه القبيلة. نعم. كانت بالدخول لمعسكر 27 الذي كان تحت سيطرة الدولة. بالضبط. نعم. فمن هنا من هذا المنطلق من هذا المبدأ تجمع توار ورشفانة. نعم. وإعلان الحرب من هذا المنطق. نعم. قالوا نحن من كنا في سهمنا في تحرير ورشفانة وإحنا اللي خرجنا منها ووصلت ورشفانة لهذا الموضع في أسفل السافلين، وما زلنا بعد 4 سنوات من الناس التي استشهدت مع الناس التي بترت أطرافها نرجع إلى النظام السابق بعد 4 سنوات. هنا تم التصويت من التوار أن الدخول في الحرب. نعم. ليس ضد ورشفانة، ضد المارقين وقطاع الطرق والمجرمين دخل ورشفانة. نعم. وخاصة قلت لك في رفع الأعلام في منطقة 27 اللي هي رفع الأعلام النظام السابق، مع وجود علم عندنا باستخبارات في الداخل، لنا استخبارات معلومات استخبارية في الداخل إن يوجد مرتزقة. وأنا كم مرة التقيت بمجموعة من ورشفانة تقولون يا ورشفانة يا شباب ورشفانة أنتم معروفون ورشفانة بالأصالة، معروفين بالخيل، معروفين بالنخوة، هل ترضون بمرتزقة داخل منطقة ورشفانة تقوم بأعمال عمل بوابات للتفتيشكم وفتح الكوفنيات السيارة مع جوزتك وأختك وهم مش من ورشفانة؟ هل والله لا يستطيع واحد يرفع فيه عينه؟ طيب أستاذ بدر. نعم. الآن من ذكرت من شباب ورشفانة الذين شاركوا في ما يسمى بعملية الكرامة أو شاركوا في ما يسمى بجيش القبائل تحديدا. نعم. يردون عليك بأن دخولنا لمعسكر 27 ورفع الأعلام الخضراء نكاية في من دخل إلى حدودنا الإدارية كما يقولون، يقولون بأن هذا المعسكر في الحدود الإدارية لمنطقة ورشفانة، فهذا ردا على أولئك. ليعلم ورشفانة. نعم. كل أطياف ورشفانة وكل قبائلها تعلم إن توار ورشفانة أول من حارب على منطقة 27. نعم. يعلموا هذا جيدا. لكن ورشفانة اللي كانت زي ما قلت لك معروفة بالسلم الاجتماعي ومعروفة بترابط القبيلة ومعروفة بهذه المواضيع، هذه تنقلب ولها تاريخ وأصول وجذور زي ما قلنا. نعم. تنقلب قبيلة من الشرف إلى قطع الطرق وجلب المجرمين من مناطق أخرى والمرتزقة داخل ورشفانة، من يرضى؟ نحن الثوار غير راضين عن ذلك. طيب أستاذ خالد، الآن شارك بعض الثوار الذين شاركوا في 17 فبراير في عملية فجر ليبيا، لماذا هذه المشاركة تحديدا؟ زي ما قلنا احنا من الأول أن مشاركة ثوار فجر ليبيا بالنسبة لثوار ورشفانة هم يقولوا ان انتم قاتلتونا ومعناها في الجهه معناها مع فجر ليبيا وجيتوا وحاربتونا. لا، نقول لهم احنا ما حاربناكمش وما جيناكمش. في الحقيقه هو ان توار فجر ليبيا لما جوا للمنطقه ورشفانه جوا لعده اسباب، ومن هذه الاسباب احنا زي ما قلنا الناس الهاربه من العداله والمرتزقه هذه اللي في ورشفانه واللي مطلوبين للعدالة. احنا ما نحاربوش في اهل ورشفانة، اهل ورشفانة اخوتنا وصحاح احنا تربينا غادي ونعرفوهم ويعرفونا جيدا، لكن لما جينا احنا اول حاجة احنا مهجرين وخارجين على معناها خرجنا عن ورشفانة ونبو نرجعوا لارضنا، لكن ما نبوش التشكيلات المسلحة هذه من جميع القبائل وما نبوش
الخارجين على القانون هاربين من العدالة هذم، لأنهم إحنا بيسببوا فتنة وبيسببوا في القتل والسرقة. طيب شيخ خالد، الآن بعد أن حدثت حرب في وشفانة بين كر وفر، بين ما يسمى بالقوة المساندة للجيش الليبي أو ما يطلقون على أنفسهم جيش القبائل، وبين مجموعات الثوار ومجموعات فجر ليبيا، أقيمت هدنة، أقيم صلح في هذه المنطقة من بعض الثوار. احكي لنا تفصيلا كيف حدثت هذه الهدنة وهذا الصلح، وهل أنتم كنتم مشاركين كثوار لمنطقة ورشفانة في هذه الهدنة؟ هو أن الهدنة اللي صارت والصلح مع الصلح والمصالحة، احنا بالنسبة لثوار ورشفانة نويد الصلح والمصالحة، نجل وقف نزيف الدم. واحنا بالنسبة للصلح هي الهدنة، في البداية كانت هدنة اليوم واليومين، وسمعنا بالهدنة هذه وتفاجأنا، معناها قلنا كويس، معناها في هدنة، معناها فيها مبادرة كويسة. وبعد اليومين هادم امتدت الهدنة إلى 3 أيام. نعم. وبعدها استدعونا للمؤتمر، تلاقينا فيه معناها الاجتماع. من استدعاك؟ والجهة اللي قامت بالمصالحة، الجهة التي قامت بالهدنة. تقصد. بالهدنة. نعم. وذهبنا ووقفنا معاهم وعرفنا شنو فيش وما فيش، وكلمونا وقالوا لنا راهو في هدنة لمدة 3 أيام، واللي يخترق الهدنة يتحمل مسؤولية نفسه. أنتم كثوار ورشفانة هل شاركتم في هذه الهدنة؟ احنا ما شاركنا في الهدنة بتاع 3 أيام. نعم. لكن لم نشارك في المصالحة، ولم نشارك في، ما استدعوناش معناها في المصالحة وفي الصلح والمصالحة، واحنا مدينا ايدينا للصلح والمصالحة، واحنا هذا الشيء قابلينه واحنا التجينا اليه ونبوا الصلح والمصالحة. طيب. ما فيش واحد من توار مرشفانة ما يبيش الصلح والمصالحة، لكن احنا استبعدونا في النقاط هذه، احنا استبعدونا. صارت المصالحة من زنزور طرابلس. نعم. فيش داعي ذكر. طيب، تمت هذه الهدنة وتمت هذه المصالحة، هذه المصالحة تحديدا. سيد بدر، الآن أقيمت الهدنة، أقيمت المصالحة، استبعدتم أو شاركتم في هذه الهدنة، ما الذي حدث تحديدا بعد هذه الهدنة؟ أول شيء تم استدعانا زي ما قال أخي خالد. أيه. في كوبري زهرة تحديدا، يعني قالوا احنا والله في برنامج هدنة ووقف إطلاق النار. نعم. ونبوا الناس المهجرة ترجع لأرضها ولمسكنها، والناس تبعد. أنا قلنا لهم الكلام، قلنا نعم نحن من ورشفانة وأهلنا ورشفانة وناسنا مستعدين أن ترجع الناس. احنا بدأنا من الأول في البرنامج هذا، وبدأنا بصياد ومنطقة الماية ومنطقة البارونية، وانتقلنا إلى منطقة الزهرة عودة المهاجرين إلى المنطقة، لأن اللي صار في المناطق الثانية والبلاغات وعندنا اللي عندنا إن الناس التي هجرت قد أصيبت، بعض الناس أصيبت بعدم شوف المشاكل التي صنعت لها في المهجر وغير ذلك، وإن لها وإن في مشاكل لا أخلاقية في المناطق الثانية ولا علم. طيب لماذا كان هناك اعتراض من قبلكم أن يكون هناك صلح وأن تكون هناك هدنة؟ هل هذا الاعتراض لأنكم لا تريدون الدخول كما صرح البعض في هدنة مع من هتك العرض، مع المجرمين، مع القتلة، مع من خرج على شرعية وسلطان الدولة؟ بارك الله فيك. نعم، نحن لما صارت البرنامج هذا قلنا لهم يا جماعة إذا كان إحنا عودة المهاجرين فلا بأس في ذلك، من يرضى بأهل مهجرة ولا غير ذلك، مع قلت لك مع وجود معلومات لدينا بخروقات ومشاكل لا أخلاقية في المناطق المهجرة لها ورشفانة، وإحنا الموضوع هذا أثر فينا جدا، فقلنا لابد أن ترجع الأهالي. ولكن اختلفنا في موضوع واحد وهو الكيفية أو الهيكلية برجوع المهجرين، هذا الموضوع الذي اختلفنا فيه. إذا كان بترجع بصفة عامة وبدون تنظيم وبدون معناها، شوف شو صاير الآن، رجعت بما رجعنا للصفر يعني. نعم. يعني رجع معها المجرم والقاطع الطريق وغيره وغيره وجيش القبائل ومش عارف ما يعرف بذلك. الآن الناس متضايقة من الداخل، ولنا معلومات استخباراتية من الداخل ولنا عيون بالداخل، إن الناس قد بلغت الحلقوم. باهي، تحديدا دخل جيش القبائل، دخلت القوات التي تسمي نفسها القوات المساندة للجيش الليبي،
وهناك تصريحات لهم قياداتهم عمر تنتوش وغيرهم. نعم. ما الذي حدث بعد الهدنة؟ هل حدثت مصالحة شاملة في هذه المنطقة؟ هل عم الأمن والسلام في هذه المنطقة؟ اعطي للمشاهد صورة عن الوضع الآني لهذه المنطقة. أنا قلت الكلام هذا. نعم. كم من مرة قلت لهم يا جماعة إذا كان أنتم تبوا عودة ما نحن مع عودة المهاجرين، ولكن عودة الناس بتأمينها ولا بغير تأمينها؟ نعم. هذا السؤال ديما نطرح فيه. نعم. عودة الناس بدون تأمينها، إذا نحن ما درنا شيء، يعني خسرت المناطق الثانية رجال وغير ذلك وعتاد، بحيث أن ترجع للصفر بدون تأمينها، رجع الناس ولكن قوم بتأمين الناس. هذا الموضوع ما فيش تأمين. الآن المنطقة ما زالت المنطقة سيد بدر، الآن المنطقة تحديدا. نعم. وضعها كيف؟ مؤمنة غير مؤمنة؟ شن صار في الناس الذين شاركوا في الثورة والذين ساندوا فجر ليبيا والذين وقفوا حتى على الحياد؟ خلينا نقول لك أول شيء عندي. نعم. نقاط نبي نعطيها سريعا. إذا كان نحكوا على التوار وشفانة، التوار وشفانة قدمت بيان بعودة المهجرين في تاريخ 20/10/2014. نعم. وان توار وشفانه مع عوده المهاجر قبل هالهدنه وقبل، احنا قلت لك جتنا بلاغات. طيب لا نريد التفاصيل في الماضي. نعم. قلت بانكم مع الهدنه ومع الصلح ومع رجوع كل من. نعم. خرج من هذه. نعم. المدينه. نعم. الان صوره المشاهد، كيف وضع وشفانه الان؟ وشفانه تعرف وشفانه، وانا سؤالي لوشفانه. نعم. ما وضعك الان يا وشفانه؟ هل الذين دخلوا امنوا وانا حجاج القبائل لها تامين ولها، وكل واحد محافظ على نفسه ومحافظ على ماله ولا غير ذلك؟ يعرفون ورشفانة الكلام هذا، ان ورشفانة غير مؤمنه من الداخل، والخطف والقتل وعلى الهويه موجود، وانني قبيله فلان ما تجينيش يا قبيله فلان، هي مشاكل الان داخليه فيما بينها. نعم. هل هذه هي ورشفانة احنا اللي نحن نسعى انها تكون منطقه؟ وانا قلتها في اجتماعات عده. نعم. يا ورشفانة نحن نريد ان يشاروا اليها ان يشدوا اليها الرحال وان يشاروا اليها بالبنان، هكذا نحن توار ورشفانة نريد ورشفانة، ولكن اللي موجود الان ليس عندنا بها علاقه من قريب ولا من بعيد. هل يعتقد الناس ان توار وشفانة ما يريدوش بناء منطقتهم؟ لا والله لا، احنا حاولنا البناء كم من مره وكم من وحاول جلب الناس وعودتهم من التهجير وبناء المنطقه وبدينا في الموضوع هذا الى ان دخلت الهدنه. نعم. فخرجنا منها ونحن لم نشعر. طيب نشرك معنا الان احد ثوار هذه المنطقه، منطقه وشفانة، الفيتوري ازمير. السلام عليكم سيد فيتوري. يبدو أن الاتصال انقطع، فليحاول الاتصال بنا مجددا. سيد خالد، منطقة ورشفانة تحديدا الآن كما أخبر بدر بأن الثوار وأن من شارك فجر ليبيا كانوا غير موافقين بأن يحدث هدنة وأن يحدث صلح بهذه الطريقة، من غير تنظيم، من غير محاسبة من أجرم ومن قتل ومن نكل بالآخرين، وقدمتم تحديدا مجموعة من الوثائق التي تثبت حرق كبير للبيوت وانتهاك للأعراض وقتل بطريقة نقول متشفية من كل من ثار ضد المجرمين. الآن احكي لي الوضع الآني، أنت كشاب من منطقة ورشفانة، كيف الوضع ومع من تتواصلون الآن؟ احنا نتواصل مع الجهة المختصة لإقامة بالصلح والمصالحة. الجهة هذه تتحمل مسؤولية الحرق البيوت والمساكن وتهجير الناس وتعذيبه، وفيه ناس، وأنا زي ما قلت لك أنا مش أهل ورشفانة، أنا بنحدد معناها بنقول لك أنا إن مش أهل ورشفانة اللي يفعلوا هكا. أهل ورشفانة زي ما قلت لك وحكيت لك عليهم، فيه ناس تانية وفيه أجندة فوقهم، وإحنا تكلمنا على الصلح، إحنا مع الصلح والمصالحة. نعم. ولا تو إحنا قاعدين. طيب قبل أن نتكلم عن صلح ومصالحة، فقط في الوثائق التي قدمتموها بأن مجموعة كبيرة من البيوت حرقت، وأن قتل خارج سلطان الدولة واعتقالات تعسفية الآن في منطقة ورشفانة حتى لمن ينتمي لثوار 17 فبراير، لكن الرد سوف يأتي عليك كالتالي: عندما دخلت فجر ليبيا لمنطقة ورشفانة قامت بانتهاكات صريحة وواضحة بحرق بيوت لكل من انتسب لعملية الكرامة ولكل من انتسب لجيش القبائل، فهذه ردة فعل على ما ارتكبه بعض المحسوبين على فجر ليبيا، كيف ترد؟
لا ننكر هذا احنا. نعم. لا ننكر هذا، صارت فيه اختراقات وفيه حرق منازل وفيه سرقة، هذم ما مش محسوبين على ثورة 17 فبراير. نعم. هذم مارقين وهذم ناس ما ينحسبوش على ثورة 17 فبراير اللي فعلوا التوار، واصلوا المشوار وذهبوا الجبهات، لكن في من وراهم، في حتى في بعد. نعم. بعد تحرير وشفانة والدخول لوشفانة ودخلنا في ناس باقية في وشفانة. نعم نعم، فقط ينضم إلينا الفيتوري أزمام وهو أحد ثوار منطقة وشفانة. سيد الفيتوري، بداية لا نريد أن نتكلم عن الوضع الآني، ربما ضيفي هنا وضحوا للمشاهد صورة وشفانة الآنية، ولكن السلام عليكم. وعليكم السلام سيد أزمام. باختصار، ما حدث في وشفانة سواء انتهاكات سواء حرق للبيوت، كما قال البعض هذه ردة فعل على الذي حدث من قبل بعض المحسوبين على فجر ليبيا، وأيضا حرق للبيوت حدث من الطرف الآخر، ما قولك؟ بارك الله فيك. أنا أول شيء نقول صلاتكم الكريم على إتاحة هذه الفرصة، وفي نفس الوقت نوجه التحية لأخوي بدر بارك الله فيه والسيد خالد إن شاء الله ربي يوفقهم. نعم. فأنا بنقول لك يعني أنا نبي نتكلم على منطقة الحشان بالتحديد أخوي، فهمت؟ يعني أنا بنوضح للناس إن بيوت أغلب اللي هم ملتحقين بجيوش القبائل موجودة في منطقة الحشان لم تحرق، وخاصة الناس اللي كانت مكلفة الآن يعني زي ما نقول بالتفاوض من أجل جيش القبائل ورجاحها من بيوتهم، وأخص بالذكر العقيد عبد العالي عياد الشباني، طبعا معروف هو أحد الأفراد اللي كان في التفاوض الآن، بيته مازال ماهوش محروق، ومجموعة معاه أيضا في جيش القبائل، بيوتهم لم تحرق ولم نجعل يعني زنبيل ولم نترك أي شخص يعني زنبيل يحرق بيوتهم، وفي نفس الوقت حافظنا على عائلاتهم، خليناهم يعني زنبيل يسكنوا يعني زنبيل في منطقة الحشان، وكانت بعض البيوت موجودة في المنطقة للإيجار، فسمحنا لكل المناطق في وشفانة من المعمورة مرقوزة ولاد عيسى بالسكن في منطقة الحشان، ووفرنا لهم الحماية الكاملة، وهذا شيء تشهد به المنطقة بالكامل. وللأسف اتفاجأنا عند دخول جيش القبائل لمنطقة الحشان من الساعات الأولى بادروا بحرق بيوتنا يعني تشريد العائلات اللي هي عندها علاقة بفجر ليبيا أو بثورة 13 فبراير، وللعلم حتى الناس اللي كانت يعني زي ما تدفع لنا يعني زي ما تقول يعني لخدمتنا او يعني زي ما تقول خدماتهم يعني حرقت بيوتهم وما عندهمش علاقه لا بفجر ليبيا. نعم اخ الفيتوري، اخ الفيتوري نأسف على ضيق الوقت، فقط داهمنا الوقت، شكرا، وصلت فكرتك في كلمة سيد بدر بإيجاز شديد لأن الوقت انتهى. الآن رسالتك سواء لمن دخل الآن في منطقة وشفانة، لمن قام بهذه الهدنة. نعم والله أنا أتكلم خاصة على منطقة وشفانة لأن تهمنا جدا يعني منطقة. نعم. وشفانة بنقولها هنا، من يريد السلم والبناء فنحن معه من قبيلة وشفانة ومن مع ليبيا جملة يعني، ونصيحة لأهل وشفانة أن يغلقوا الطريق عن من يريد أن يدخل القبيلة في حرب من جديد. نعم شكرا لك، هذه الكلمة نختم بها. خالد، سيد خالد أيضا كلمة تختم بها الآن لأهالي وشفانة سواء المهجرين أو القائمين الآن في هذه المنطقة. يعني نقول لهم أن لابد أن نمد يدينا للصلح والمصالحة في اخوتي في وشفانة، والمهجرين هذم لازم يتصالحوا ويتصافحوا في شهر رمضان المبارك هذا، وان شاء الله. نعم. بالمصالحه، وانا ننوه على حاجه بنقول، انا في ناس هنا للسرايا والسرايا والرئيس الاركان ومراء السرايا. نعم. في فجر ليبيا في طرابلس انهم. نعم. يشدوا واحد من وشفانة انهم يبلغوا عليه. نعم سيد خالد، ربما هذه رساله نختم بها. أيوه. البلاغ على كل مجرم. أيوه. قام بالحرب، ونسال الله في هذا الشهر الكريم ان يحقن دماء اهالي هذه المنطقه. سيد خالد ابو شهيوه، وايضا شكرا لك سيد بدر صولا، والشكر موصول لكم أيها المشاهدون على حسن المشاهدة والاستماع مني وفريق العمل، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله، شكرا.